مشاهدينا مرحبا بكم معنا في عدد جديد من 45 دقيقة. موضوع حلقة اليوم كيهم حوالي 800,000 فلاح و 40,000 أسرة، ويقدر يرجع للمغرب بعائدات مالية مهمة بحلول سنة 2028، لكون العائدات ديال هذا العالم من المتوقع توصل ل 114 مليار دولار بحسب دراسة رسمية. لكن كل هذا الأمر راهين بتقنين زراعة نبتة القنب الهندي أي الكيف، وشرعنة استعماله في المجال الطبي والصناعي. كنا تنطالبوا هذه المدة باش دار هذا التقنين، للأسف ما توفقناش، ولكن الآن حن الوقت والحكومة جابت مشروع. صفقنا كثيرا يعني للحكومة، واعتبرنا بأنه جرأة سياسية كبيرة في هذه الفترة، وأن تأتي إلى الحكومة يعني بهذا المشروع. كاين واحد الديناميكية الآن عالمية دولية لزراعة القنب الهندي لأغراض كما قلت لك علاجية، وأغراض أيضا للتجميل والتغذية والصناعة، وهذه الأغراض هذه كلها مشروعة اللي كتكون مقننة. فالمغرب حان الوقت باش تا هو ينخرط في هذه الأسواق العالمية، ويكون عنده واحد التموقع مهم في السوق العالمي، خاصة لصناعة الأدوية. احنا كنشتغلوا على نبتة القنب الهندي، الأبحاث العلمية أكدت الفعالية ديالها ضد مجموعة من الأمراض، فيمكن لنا نستغلوها الثروة اللي هي في البلاد ونوجهوها للإنتاج الطبي بطريقة ستنافس الاستعمال الترفيهي. هي بالنسبة لنا هذه النبتة ديال القنب الهندي طبية بامتياز. أولا كتحيد من الألم، تنقسم الألم، كتنفع فيك التصلب اللي كيكون عند الناس اللي كيكون عندهم واحد المشكل في الدماغ. الو القطاع ديال صناعه النسيج والالبسه هو قطاع اللي غادي يستافد بزاف من هذا المشروع. حنا بغينا من هذا المشروع هو التنميه ديال المنطقه، حنا بغينا نستافدوا. حنا كمزارعين وابناء المزارعين، الانتظارات ديالنا من هذا المشروع وهو الانصاف ديال المناطق التاريخيه. هاد الزراعه ديال القنب الهندي المستفيد الوحيد والاوحد منها هو بارون المخدرات، وهاد بارون المخدرات ما كاينش عندنا هنا في المنطقه، المنطقه فيها غير الفلاح البسيط. تقنين زراعه نبته القنب الهندي خلق جدل واسع داخل المجتمع بين مؤيد ومعارض لهذا الامر، وهذا الجدل ماشي وليد اليوم بعد تقديم الحكومه لمشروع خاص بتقنين زراعه الكيف اللي كتوزع بين 98 جماعة في شمال المغرب، بل جدل كيرجع لسنوات كيف ما سبق وكشفنا قبل 7 سنوات في حلقة خاصة من 45 دقيقة في سنة 2014. الكيف من المحظور إلى التقنين، موضوع حلقة اليوم. الكيف، العشبة، النبتة الأصلية، كلها تسميات لنبتة القنب الهندي، واللي زراعتها كتمركز بين 6 ديال المناطق شمال المغرب بحسب هذا التحقيق اللي نجزو مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بتعاون مع المغرب. وكيعيش من هذه النبتة 800,000 فلاح، أما مساحة زراعة نبتة القنب الهندي كانت كتقدر ب 134,000 هكتار سنة 2003، وجرى بعد هذا تقليصها وصبحات كتوصل ل 55,000 هكتار سنة 2019 بحسب معطيات رسمية. هاد النبتة في المغرب هي مسار نقاش وجدل، وهاد الجدل ماشي وليد اليوم بل كيرجع لسنوات. ما رأينا هناك بأن كاين هناك مأساة حقيقية. الكيف أمر واقع، شئنا أم أبين في هذه. قلنا هاد الناس الذين يثيرون هذا الموضوع في هذا الوقت فيما تقرب الانتخابات أش بغاو؟ دابا نفكروا بمنطق نشاط اقتصادي. بالكيف فيدو يمكننا نطيبه، ويمكننا نسخنه، ويمكننا حتى نبنيه ديور ديالنا بالقنب الهندي. كل شيء منه، تخميرة منه، اللحم منه، الصباط منه، القراية منه، كل شيء من هذا. وبالرغم من مرور حوالي 7 ديال السنوات على هذا النقاش اللي سبق وخصص ليه برنامج 45 دقيقة حلقة خاصة سنة 2014، مازال موضوع تقنين زراعة القنب الهندي خلق انقسام بين مؤيد ومعارض، حتى بعد مصادقة الحكومة بتاريخ 11 مارس 2021 على مشروع قانون مقدم من وزارة الداخلية خاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. تقديم وزارة الداخلية لمشروع قانون خاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في 56 مادة على 22 صفحة، واللي كيتحدد فيها المشروع على طرق الاستعمال وأماكن الزراعة والفئات المستهدفة، وعلى طرق التصدير والتسويق
وأيضا إحداث وكالة خاصة بهذه المهمة. وهذا القانون ما جاش من فراغ. هذا المشروع هذا هو كان على الطاولة منذ سنوات، ويعني كان واحد التفكير فيه، وكان واحد ديناميكية الآن عالمية دولية لزراعة القنب الهندي لأغراض كما قلت لك علاجية، وأغراض أيضا للتجميل والتغذية والصناعة. وهذه الأغراض هذه كلها مشروعة ملي كتكون مقننة. فالمغرب غير استفاد من واحد الديناميكية، والمغرب صدر هذا، لكن خاصو لابد واحد الوزارة هي اللي تقدم هذاك البرنامج. فكانت وزارة الداخلية ولا وزارة الصناعة ولا وزارة الفلاحة، ممكن وزارة اللي قدمت. فوزارة الداخلية كانت عندها الجرأة، لأنه على ما تنظر وزارة الداخلية خدمت على هذا الملف هذه لسنين وسنين، واللي قدمته للحكومة باش الحكومة تصدق عليه. فيعني ما نكونوش مفاجئين أن وزارة الداخلية اللي قدمته. هذه من جهة. من جهة أخرى، وزارة الداخلية من قدمته، وأنا عندي علم بهذه الأمور هذه، وأنه استشرت مع جميع القطاعات الأخرين. هذا الشيء اللي سمعته ما جاش على لسان أي كان، بل كان على لسان عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وواحد من أعضاء اللجنة الوطنية للمخدرات اللي كترأسها وزارة الصحة وكتضم وزارة الداخلية ووزارة العدل والدرك والأمن والجمارك وعدد من القطاعات الحكومية المعنية بهذا الأمر. وسبق لهذه اللجنة وصادقات بالأغلبية على توصيات منظمة الصحة العالمية اللي كتسمح بالاستعمال القانوني لنبتة القنب الهندي. هذوك التوصيات ديال منظمة الصحة العالمية يعني اجتمعوا خبراء في المغرب ودرسوها، ووزارة الصحة ودرسوها، وكان لي الشرف أن أعود في هذه اللجنة هذه اللي كانت درستها. ومن بعد جمعت اللجنة المغربية للمخدرات في فبراير ديال السنة الماضية، ووافقت مع جميع القطاعات، لأنك تعرف اللجنة المغربية للجنة الوطنية للمخدرات ففيها بزاف ديال القطاع، في كاع جميع القطاعات، وزارة الصحة، الداخلية، يعني كل الجمارك، يعني كل المتدخلين في قطاع المخدرات، لا بالنسبة لتقليل العرض ولا بالنسبة لتقليل الطلب، يعني ولا بالنسبة للأمور اللي عندها علاقة بالعلاج في وزارة الصحة إلى آخره. فهذه القطاعات كلها صادقات على توصيات ديال المنظمة الصحة العالمية. وهو صراحة توصيات المنظمة الصحة العالمية يعني كلها كانت مفيدة، وكلها كانت منطقية وعلميا يعني عندها واحد يعني المنطق. وبالفعل هذا الشيء اللي صرح به عضو اللجنة الوطنية للمخدرات كشفوا بلاغ صادر بتاريخ 11 فبراير 2020، وجا فيه باللي اجتماع اللجنة كيندرج في سياق انعقاد الدورة العادية 63 لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تعرض هذه التوصيات للتصويت أمام أعضاء اللجنة الأممية ومن ضمنهم المغرب. وبتاريخ 2 دجنبر صوت المغرب بنعم في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للمخدرات اللي توزعت فيه النتيجة بين 25 دولة ترفض القرار و27 دولة مع سحب الأمم المتحدة للقنب الهندي من قائمة المخدرات الخطيرة. وهنا كيتطرح السؤال، واش صوت المغرب كان حاسم بخصوص قرار الأمم المتحدة؟ وهذا الشيء اللي غادي يزيد يقربنا منه جلال التوفيق عضو اللجنة الوطنية للمخدرات. صوت المغرب كان صوت اللي هو منطقي، تصويت المغرب تصويت منطقي. كاين عدة دول، العشرة ديال الدول اللي كتصوت، كتصوت بطريقة معينة اللي هي سيادية كما قلت، ما كتصوتش باسم مجموعة أو باسم قارة، إنها باسم بلد. تصويت كيكون فردي لبلد معين، كتصوت عن طريق دبلوماسية، يعني السفير ديال صاحب الجلالة في فيينا هو اللي صوت باسم المغرب. وهذا التصويت هذا كما قلت لك كان مطابق للأغلبية الساحقة ديال الدول، والمغرب صوت بنفس الطريقة اللي صوتوا بها الدول العظمى، يعني والدول الرائدة في هذا المضمار هذا. والأغلبية الساحقة صوتت على ديك التوصية الأولى اللي هي ما فيها أي نزاع ولا أي شك فقط بتاتا.
هذا الشيء اللي سمعنا كان محور دراسة جا فيها باللي عائدات سوق القنب الهندي في العالم بلغت 13.8 مليار دولار، وبلغت عائدات هذا السوق في مجال صناعة الأدوية 8.1 مليار درهم في العالم. وتوقعت الدراسة باللي هذا الرقم يقدر يوصل ل 114 مليار دولار في سنة 2028، أي بنمو كيتقدر ب 30.3%. فإلا كان هذا هو واقع السوق في العالم، فشنو يمكن يربح المغرب في حال جرى تقنية الاستعمالات المشروع على القنب الهندي؟ وباش نجاوبوا على السؤال، الموعد كان هذا المرة مع منير البويوسفي، المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال. هو المغرب دابا حاليا ما كاين ليس له تموقع في هذا السوق، لأنه هو السوق هو في بدايته. اللي نقدر نقوله بأن هذا المشروع ولا هذا السوق فهو سوق واعد، لأننا كنشوفوا بعض المؤشرات اللي عطات بأن أكثر من 30% على الصعيد العالمي لزيادة في النمو فيما يخص التجارة، وخاصة التجارة الطبية في هذا ديال القنب الهندي. فالمغرب حان الوقت باش تا هو ينخرط في هذه الأسواق العالمية ويكون عنده واحد التموقع مهم في السوق العالمي، خاصة لصناعة الأدوية. عدد من الدول منها 30 ولاية بالولايات المتحدة وكندا وفي أمريكا الشمالية وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية قاموا بتقنين استعمال القنب الهندي لأهداف طبية وحتى الأهداف ترفيهية. فواش المغرب تأخر بخصوص موضوع التقنين؟ ممكنش نقولوا المغرب تأخر، لأنه هو السوق بقي في الأول دياله، يعني بقي في المراحل الأولى. المغرب وإذا ما انخرطش في هذه العملية وما قامش يعني بانطلاق المشروع ديال استعمال الشرعي في القنب الهندي عاد غيتأخر. لذلك لأن سبقونا بعض الدول، كاين اختارنا 30 دولة على الصعيد العالمي واختارنا 30 ولاية أمريكية اللي كتستعمل في المواد الطبية وفي المستحضرات التجميل. تقنين المغرب لزراعة القنب الهندي كيرجع لسنة 1922 كيف ما كيبان من خلال هذا الظاهر، وإلغاءه جاب مجرد استعداد فرنسا لمغادرة المغرب بسنتين، أي في سنة 1954. وكان وراء هذا الظاهر المستعمر الفرنسي، وبعد 54 سنة من هذه الواقعة تفتح موضوع تقنية القنب الهندي للنقاش على الساحة السياسية، وصدر حزب الأصالة والمعاصرة وبعده حزب الاستقلال مقترحات لتقنين هذا المجال. فكيفاش كيشوفوا ممثلي هذه الأحزاب مشروع القانون الجديد؟ باش نلقاو جواب لهذا السؤال، البداية كانت من مقر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين. كل فريق ديال الخبراء اللي غيواكب معنا. فشنو هو موقف حزب الأصالة والمعاصرة من التقنين؟ سؤال غادي يجاوبنا عليه العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين. لا، هو الموقف ديالنا احنا حزب الأصالة والمعاصرة واضح هذه مدة. احنا ملي درنا جلسات في 2009 في كتامة ودرنا لقاءات ببراد ودرنا ندوة دولية علمية في البرلمان واللي حضرتها وزارة الداخلية ووزارة الصحة، كنا تنوجدوا واحد المجموعة ديال التصورات. من بين التصورات اللي هيئنا مش مقترح قانون اللي تقدمنا به في 2015، المقترح قانون اللي كانت فيه دراسات، كانت فيه مقارنات مع مجموعة ديال الدول. كنا تنطالبوا هذه مدة باش دار هاد التقنين، للأسف ما توفقناش، ولكن الآن حن الوقت والحكومة جابت مشروع اللي غادي يتناقش واللي توصلنا به. فإذا كان هذا هو موقف حزب الأصالة والمعاصرة، فشنو هو موقف حزب الاستقلال واللي بدوره سبق وتقدم بمقترح قانون له علاقة بتقنين زراعة القنب الهندي؟ باش نوقفوا على هذا الأمر قصدنا مكتب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية داخل مجلس النواب. هنا سولنا رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على موقف الحزب من التقنين. نعم، نحن في الفريق الاستقلالي يعني صفقنا كثيرا يعني للحكومة، واعتبرنا بأنه جرأة سياسية كبيرة في هذه الفترة وأن تأتي إلى الحكومة يعني بهذا المشروع الذي طالبنا به في أكثر من مرة. وكما أشرت أنه الفريق الاستقلالي وغير تقدم لنا بمقترح قانون حول هذا المشروع، وأن هذا المشروع لا يختلف كثيرا من حيث المضمون عن المقترح الذي تقدمنا به 2013. بحسب بعض الأرقام واللي حصلنا عليها من داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة، فعدد الفلاحين المتابعين في ملفات لها علاقة بزراعة وترويج الكيف بلغ قرابة 55 ألف مزارع، وهذا الأمر كان دافع خلانا نسولو شنو غادي يكون مصير هاد المزارعين. علينا احنا دابا من خلال المعطيات الأولية اللي عندنا
تقريبا 55 ألف ديال المزارعين ديال الفلاحهم هادو يعني تعيشوا في الجبال. فلاح حرم العدالة. الآن حنا تقدمنا مقترح ديال العفو العام وتنطلبوا من البرلمان يتحمل المسؤولية ديالو ومن الأحزاب السياسية تحمل المسؤولية ديالو ديالها. إذن فأضحى من اللازم يعني البحث عن حلول أخرى لرفع الواقع المزري اللي كيعيشوه الفلاح الآن، وخاصة المتابعات القانونية والمتابعات الجنائية التي يعني الحديث على 50 ألف وزيادة. موقف هاد الحزبين كان كيختلف مع موقف حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب اللي سبق وطلب في سنة 2014 من قبل رئيس الفريق بمجلس النواب أنذاك الوقت لتحديد موقف. نا هاد الفكرة كنقول لك ما رهاش ناضجة باش نناقشوها، مني تنضج عاد نناقشوها، أما اليوم عندها بعد سياسي وانتخابي فقط. وباش نعرفوا موقف حزب العدالة والتنمية الآن من تقنين الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، حاولنا التواصل مع النائب البرلماني عبد الله بوانو بدون ما نحصلوا على جواب، وبعد هذا تواصلنا مع رئيس الفريق بمجلس النواب بغرض الحصول على وجهة نظر برلمانية الحزب في الموضوع، لكن تعذر عليه الحديث في فترة التواصل. بين مؤيد ومعارض الكل كيجمع على أن تقنين الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي له انعكاس إيجابي سواء تعلق الأمر بالأغراض الطبية أو الصناعية. مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي واللي مر من المصادقة عليه من قبل الحكومة للبرلمان كيتحدث على استخدام نبتة القنب الهندي في المجال الطبي والصناعي. فشنا هي الاستخدامات الطبية والشبه الطبية نبتة القنب الهندي انطلاقا من المنظور العلمي، وكيفاش يمكن تفيد هذه النبتة في المجال الصناعي؟ لنتابع. هاد النبتة واللي تارب خصوصا نقاش ممكن يجري الاعتماد على بعض مكوناتها في المجال الطبي، وباش نقربكم من هذا الأمر توجهنا عند أهل الاختصاص، والبداية كانت مع سفيان بن طلحة طبيب عام واللي له دراية بالموضوع، وهنا سولناه على خصوصية المكونات اللي كتحتوي عليها هاد النبتة. بالنسبة للمكونات كان عندنا جوج باش نوضح الرأي العام، وهنا خصنا نفهمه بأن كاين واحد المادة اللي اسمها تيترا هيدروكانابينويد أي بمعنى بالفرنسية THC، هذه هي المادة اللي كتعطي التخدير وكتكون ناتج في النبتة، والنبتة مختلفة ماشي نبتة كتكون بحال انتي، لأن والنبتة اللي كتحتاج باش كتعمل بها الطب ما خاص تكون فيها في النبتة لو THC ما يفوتش 0.2%، إلا كان فايت هذه الكمية كيعتبر أن النبتة غتكون مخدرة، وحنا خصنا ناخذوا النبتة اللي تكون فيها يعني قل هذه النسبة، مول برودوي فينال اللي غيخرج كمادة يعني مكملة للطبيب اللي خصها يكون عندها THC نول زيرو، باش ما يكونش عندنا هذاك لاديكسيون اولا الانسان غيكون يعني عنده واحد الادمان، واحد كنقولوا حنا في الادمان. باش نعرفوا المكونات الاساسيه لنبته القنب الهندي وبعض المواد اللي كيجري استخلاصها من هذه النبته، الوجهه كانت الوكاله الوطنيه للنباتات الطبيه والعطريه. استاذ شيماء، هذوك المشاريع ديال القنب الهندي اللي خدام عليهم الوكاله نحاولوا نخرجوا فوائد ضد الاكسده والميكروبات الاجزاء ديال هذه النبته هذه، وعندنا الاكستراكسيون وان شاء الله راه قالونا في الاسابيع القليله المقبله غادي يوفيونا بالنتائج. الوكاله الوطنيه للنباتات الطبيه والعطريه هي مؤسسه عموميه، ومن بين مهامها البحث العلمي والتطوير والابتكار وتثمين النباتات العطريه. فشنو هي النتائج العلميه اللي توصلت لها هذه المؤسسه بخصوص نبته القنب الهندي؟ هو هي بالنسبه لنا هذه النبته ديال القنب الهندي طبيه بامتياز، يعني سنخدموا عليها كسائر النباتات ذات الخصائص الطبيه والعطريه. وفي هذا الاطار الوكاله كتطلق سنويا طلبات مشاريع مع الجامعات، كيستافدوا منها الباحثين ديال الجامعات المغربيه كل سنه كان معها ثلاثه الجامعات، وكان من المواضيع البحثيه اللي كان فازوا بها الباحثين ديال الجامعات كان في 2018 مشروع ديال تثمين هذه النبته لفوائد طبية من خلال البحث على فوائد ضد الأكسدة وضد الميكروبات مع جامعة ديال فاس، 2019 مع الجامعة ديال وجدة، ومع كذلك في 2020 مع الجامعة ديال بوردو الفرنسية. يعني كنبتة بدينا كنخدموا فيها.
زدنا وسولنا على شنو هو رأي الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية من تقنية القنب الهندي. بالنسبة لنا هو مشروع طموح طال انتظاره وغادي يعطينا واحد الأريحية كبيرة باش نخدموا على هذا النبتة نزيد ونخدموا في هذه الوكالة كمؤسسة بحثية إلى جانب الجامعات ومراكز البحث في القطاعات الوزارية الأخرى. يعني آفاق كبيرة جدا ستفتح من بعد هذا ترخيص لهذه الاستعمالات المشروعة لهذه النبتة خلال هذا القانون 13 مشروع القانون 13-21 لأغراض طبية وتجميلية وصناعية. إذن فالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية كتشوف أن التقنين مهم لكون هذه النبتة كتوفر على فوائد طبية عديدة باش نوقفوا عليها. وبالرغم من خصوصية الأمر قصدنا المختبر الخاص بالأبحاث العلمية اللي كيتواجد بداخل الوكالة. ألوغ شنو كديرو الدوزاج ديالاش هذا؟ ديال فلافونويد. صافي داكوغ. موراها؟ موراها عندنا الدوزاج ديال البوليفينول. هذا دوزيام اسي. هذا دوزيام اسي. داكوغ. مازال ما درتوش لا ليكتور باش كومباري. لا مازال. صافي هادو لي ديفيرون اكستري دونك في فوار لا كولوراسيون. شيماء الرئيس باحثة داخل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية سولناها على طبيعة العمل اللي كيقوموا بها داخل مختبر الوكالة. إذا حنا كنشتغلوا على نبتة القنب الهندي ما يعرف بالنبتة ديال الكيف ذات خصائص طبية عطرية تجميلية مهمة. الأبحاث العلمية أكدت الفعالية ديالها ضد مجموعة من الأمراض كداء السرطان الصرع كذلك بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز العصبي. إحنا من داخل الوكالة بدور دينا كنشتغلوا على ثلاثة ديال الأنواع. المرحلة الأولى استخلاص المكونات الأساسية ديالها، ثم المرحلة الثانية كنقوموا بتجارب عليها من أجل المعرفة ديال الفعالية ديالها والوقاية ديالها ضد بعض الأمراض. إذن فالظاهر أن بعض مشتقات نبتة الكيف لها فوائد كثيرة وممكن تعالج عدد من الأمراض. وباش نوقفوا على حقيقة بعض الأمراض اللي ممكن تعالجها مكونات الكيف، السؤال طرحناه على أهل الاختصاص في شخص الطبيب سفيان بن طلحة. أولا كتحيد من الألم، تنقسم الألم، كتنفع في الاسكليروز اون بلاك، داك التصلب اللي كيكون عند الناس اللي كيكون عندهم واحد المشكل في الدماغ، ولحد الآن باقي ما لقينش دواء 100% اللي كيداوي هاد الاسكليروز اون بلاك. كاين بالنسبه للناس اللي عندهم السرطان وكيداووا بالشيميوثيرابي ولا عندهم مثلا مرض الايدز السيدة، بعد ما كيديروا داك الادويه ديالهم كيقدر يعطيهم واحد التقيؤ والدوار خلاص. اذا وهنا عندنا فوائد في هذه المساله. كنشوفوا بان كاين فوائد وكاين منافع، وفي هذيك النبته حتى هي راه كاين فيها شي حاجه اللي ماشي مزيانه، دونك حنا كنحيدوا داكشي اللي ماشي مزيان وما كنعطيوش العشبه بالدارجه، يعني الربيع داك الوراق او كيخدموا بلا غرين يعني الزريعه ولا تيج. بحسب ما صرح به الطبيب فنبتة القنب الهندي لها فوائد كيف ما لها اضرار، لكن وباش نوقفوا على حقيقه هذه الفوائد الطبيه اللي كتوفرها نبتة القنب الهندي قصدنا هذا المكان، والموعد كان مع اخصائي في الاورام السرطانيه. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور. جا المريض اللي سيرتكم قبيله؟ بيان سور كاينه دكتور، راه كاين فلاسان. هنا سولنا الاخصائي واش بعض الادويه اللي كتكون من نبته القنب الهندي من الممكن تكون مقاومه لبعض الاورام السرطانيه. هنا الادويه اللي مستنسخه من القنب الهندي عندها المصادر. شنو يجب زعما؟ يعني مثلا الالم عنده مكانه كبيره بحيث ينقص بزاف من الالم اللي كتكون اما مثلا في العظام لانهم تقاسوا بالمرض مثلا، ولا الالم مثلا في المعده ولا في الامعاء. المجال الثاني اللي كتسولوا عليه بزاف كيسولوا عليه الناس هو واش يمكننا نستعملوا هذه الادويه هذه في التداوي ماشي الاعراض ديال السرطان هو نيت. الوغ هنا بينوا العلماء انه كاين فعلا بعض هذه الادويه هذو اللي كيقتلوا خلايا سرطانيه، ولكن بينوا عليها في الميدان التجريبي إن فيترو على مثلا الحيوانات. مازال ما دزناش اليوم، مازال ما كملوش، كاين بعض الدراسات ومازال ما كملوش اللي كيديروا على الانسان مع الانسان اللي كتبتوا بانه كاين هناك واحد الفعاليه مضبوطه ديال هاد الادويه هاد السرطان، مازال ما كايناش.
إذن حسب ما جاء لسان الأخصائي في الأورام السرطانية، فالدراسات تبتات أن الأدوية اللي كتحتوي على مكونات القنب الهندي كيكون لها دور في إزالة الآلام، لكن في المقابل فدراسات أخرى مازال ما جراش الانتهاء منها غادي تحسم فعالية هذه الأدوية في مكافحة بعض الأورام السرطانية. لهذا رافقنا الطبيب الأخصائي لقاعة الفحص بالأشعة، وقبل ما يلتقي بواحد من المرضى سولناه واش كيجري استيراد الأدوية اللي كتحتوي على مكونات القنب الهندي. الجواب على السؤال هو ما كاينش اليوم استيراد ديال هاد الأدوية هادي، ولكن الا هو ان شاء الله تم التقنين ديال اما التصنيع ديالها هنا او يجيبوها مثلا من برا غادي يعاوننا بزاف، لانه عندنا حالات كنشوفها كل يوم مش حالة نادرة اللي كاين بعض الناس مثلا اللي ما كيتحملوش الأدوية ديال الالم. المرضى اللي حنا عندنا اللي عندنا بعض المرضى اللي هما كانت عندهم هاد الأدوية تكسبت ليهم خلال الفترة اللي كانوا فيها في الخارج، هاد الناس هادو جابوا معهم هاد الدويات هادو، وحنا شفنا بأنهم من خدوهم كان واحد تحسن فيما يخص بالأخص الأعراض ديال القيء وديال الألم. إذن ففي بعض الحالات وحسب ما جاء لسان الأخصائي في الأورام السرطانية، بعض المرضى اللي كيستعملوا هاد الأدوية ظهرت عليهم نتائج إيجابية، وهذا معطى كيبين أن هذه الأدوية لها مكانتها في سوق الأدوية، وهذا الأمر خلانا نقصد مقر المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب. وداخل المقر كان لنا موعد مع السعدية متوكيل رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب وعضو الهيئة الوطنية للصيادلة، وهنا سولناها واش سوق الصناعة الدوائية غادي يستافد من تقنين الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي. الصناعة الدوائية إلى تكلمنا على الصناعة الدوائية المغربية الوطنية، الوطنية يمكن تستافد لأن هذه المكونات اللي عندها قيمة علاجية ولا طبية ديال النبتة ديال القنب الهندي، إذن غادي تستافدها في التسويق وفي الاستغلال ديالها، غادي تستافدها لأن بطبيعة الحال كاين أبحاث اللي على الصعيد العالمي أكدت المزايا الطبية ديال هاد النبتة، ومادام حنا عندنا واحد التاريخ كبير ديال الصناعة الدوائية اللي كيفوت 60 سنة، فما يمكن إلا الصناعة الوطنية حتى هي تستغل هاد الفرصة وتساهم في تطوير هاد الصناعة اللي في حاجة لها البلاد كما في حاجة لها العالم كله. فكيفاش غادي يجري استغلال هاد التقنين من طرف الهيئة الوطنية للصيادلة؟ سؤال غادي تزيد جاوبنا عليه رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب وعضو الهيئة الوطنية للصيادلة. فيمكن لنا نستغلوا هاد الثروة اللي هي في البلاد ونوجهوها للإنتاج الطبي بطريقة ستنافس الاستعمال الترفيهي. إذن هاد الطريقة اللي غتنافس استعمال الترفيه كيف ذلك؟ غادي نشجعوا النباتات اللي فيها نسبة قليلة من تي اش سي وتبقى هي غادي غير تستغل غير الأغراض الطبية، فكيولي المغرب لا بالصناعة ديالو الدوائية أو لا بأبحاثه العلمية أو لا، وهنا راه مهم ما هو بحث علمي اللي خاصو يتشجع في هذا الميدان هو البحث العلمي ديال المهندسين الزراعيين. علاش؟ لان البحث العلمي الطبي دار في دول اخرى سمخونا، يعني حنا غنستغلوه ما عندنا علاش غادي نعاودو. هذا الشيء اللي جاء على لسان مخاطب كيأكد ان عدد من الدول سبق لها وقامت بتقنين استعمالات ادويه مستخلصه من نبته القنب الهندي لاغراض طبيه، وحسب هذه الدراسه فسوق القنب الهندي كيحقق عدد من المداخيل كتبلغ 13.8 مليار دولار. وباش نوقفوا أكثر على انعكاس التقنين على الصناعة الدوائية، قصدنا شركة مختصة في هذا الشأن وفي عمرها أزيد من 30 سنة، وهنا سولنا صاحب هذه الشركة على رأيه في التقنين. دابا كنتسناو كيفاش غتكون ديك الدولة، شنو الوزارة الصحة شنو غتعطينا باش نمشيو نتبعوا داك الشيء اللي كدير في الخارج باش نديرو ثلاثة ديال الدواء ولا ديال التيب ديال الدواء. كاين يمكن كدير الجيلول صغير كيتكل، يمكن كدير الزيت، يمكن كدير بحال اتاي ديالها وكدير الاتاي ديالها وكتنفس فيها. وهادوك ثلاثة ديال هادو هما الدواء اللي غتستعمل مع ديك الكانابيس
ولكن باقي فيه الخدمه بزاف باش نشوفوا ديك منين غنجيبوا ديك لا بلانط منين غتجي وكيفاش غتكونترولا. إذن وحسب ما جاء لسان صاحب الشركة المختصة في الصناعة الدوائية فالمغرب غادي يستافد وممكن يجري إنتاج 3 ديال الأنواع من الأدوية. فواش هاد التقنين غادي يجلب لهاد الشركة بعض الزبائن من خارج المغرب؟ دابا كاين شي بارتنير انترناسيونال جاو عندنا وقالوا لنا بان ديك لوزين اللي درنا اللي عندنا واش ممكن نديروا شي ماكينات سبيسيال باش نديروا حتى حنا نخدموها لا ترانسفورماسيون. دونك حنا ما نقولوش على لاغريكولتور على لي بلونط نديروا لا ترانسفورماسيون باش غير نصنعوا الدواء على لي تريتمون ديال الكونسير ولا ديال السكليروز ان بلاك ولا ديال اللي عنده لي دولور بزاف ما يقدرش زعما عنده الحريق بزاف وما ما عندوش الدواء ديالها. نبتة القنب الهندي صبحت كذلك مكون أساسي في عدد من المنتوجات الطبيعية واللي كتقوم بإنتاجها عدد من التعاونيات. وباش نوقفوا على هذا الأمر قصدنا واحدة من التعاونيات واللي كتنشط في هذا المجال. اسمح لنا السيدة خاصة ميلونج ديال الشعر باش تحبس لاشوت وقالت لكم دير غوكوس. هاد التعاونية كتقوم بتحضير عدد من المنتوجات بعد دمج عدد من المكونات ومن بينها زيت الكيف واللي ليه عدد من الفوائد. لهذا سولنا رئيس هاد التعاونية على كيفاش كيجري الحصول على المكونات أو الزريعة اللي كيجري بواسطتها استخلاص زيت الكيف وشنو هي فوائدها. أول حاجة بالنسبة للزريعة ديال القنب الهندي هي متوفرة في الأسواق يعني مطلوبة لأن كنستخرجوا منها الزيوت وفي نفس الوقت حتى هي عندها خاصيات ممتازة لا بالنسبة للشعر ولا بالنسبة للجسم. أول حاجة فيها الأوميغا 3 فيها الحمض ديال الجاما لأنها غنية بالأحماض الدهنية الأساسية وفي نفس الوقت كنخدموها في مراهم وفي شامبوانات وعبارة على الزيوت وعلى المواصفات ديال الزيوت بالنسبة للشعر وفي نفس الوقت بالنسبة للجسم. فواش إلى صبح التقنين غادي تزاد نشاط هاد التعاونية؟ سؤال غادي يزيد يجاوبنا عليه مخاطبنا. بطبيعة الحال عندنا خطة عمل دابا حاليا اللي كنتوفروا عليه هو الاستخلاص ديال الزيت وبعض المستحضرات وكان عندنا خطة عمل باش ان شاء الله نخدموا بها بزاف ديال المنتجات ان شاء الله اللي غتكون في المجال ديال التجميل اللي كما قلت لك على حسب كمراهم لا بالنسبة لبعض الحلاقة بالنسبة للنساء والرجال وفي نفس الوقت بالنسبة للمراهم علاجية وحتى في نفس الوقت كنفكروا ان شاء الله حتى تكون ان شاء الله ان حتى داك العود ديال القنب الهندي يمكنو نستعملوه في مواد البناء يمكنو يستعمل بالنسبه كأقمشة وفي نفس الوقت كورق يمكننا نوظفوا هاد النبته هذه. الامر صبح ما كيقتصرش فقط على الاستعمالات الطبيه والطبيعيه بحيث صبحات عدد من الدول كتعتمد على نبته القنب الهندي في اغراض صناعيه والمغرب بدوره كيقوم بهذا الامر. وباش نوقفوا عند بعض المجالات اللي ممكن يجري فيها استخدام هذه النبته قصدنا هذا المكان. على حساب القنب الهندي واش تبعتوا شويه هذا الملف هذا وشنو النظر ديالكم بالنسبه لهذا القطاع ديالنا واش عنده شي منفعه ولا واش عنده شي يكون عنده شي امباكت على القطاع ديالنا؟ بالعكس انا جو بونس ك هو مزيان بالنسبه لينا باسكو هذاك لو شوفر اي سرا يوتيليزي بزاف في لابيمون في لو تيسو اي تو. حنا الان كنتواجدوا رفقة المديره العامه للجمعيه المغربيه لصناعه النسيج والالبسه. هذه الجمعيه واللي في عمرها ازيد من 60 سنه وكتحدث باسم 680 شركه مختصه في صناعه النسيج والالبسه. وجينا لهذا المكان اليوم باش نعرفوا موقف الجمعيه من تقنين الاستعمالات المشروعه لنبته القنب الهندي وكذلك واش هذه النبته من الممكن يجري استعمالها في صناعه النسيج. الوغ صناعيا بالنسبه للقطاع ديالنا اليوم هذا القنب الهندي ما كيتستعملش في المغرب مازال ما كاينش صناعه ديال القنب الهندي صناعه محليه ولكن هذا المشروع القانون كيفتح واحد لوبورتونيتي للقطاع ديالنا اللي هي فريده غادي يولي عندنا. حنا كنعرفوا بان القطاع ديالنا هو قطاع اللي يجيب من برا كيستورد العديد من المواد الاوليه اللي كيستعمل في الانتاج ديالو. ملي غتولي الزراعه ديال هذا المنتوج ولا هذا القنب الهندي مسموح بها ملي غادي تقنن غادي يولي عندنا منتوج اللي هو 100% مغربي
واللي المادة الأولى ديالو موجودة عندنا محليا في المغرب، ما غاديش نحتاجو أننا نجيبوها من برا. فكيفاش غادي يستافد هذا القطاع من التقنين؟ وشنو هي بعض أنواع النسيج والألبسة اللي ممكن تجري صناعتها انطلاقا من بعض مكونات القنب الهندي؟ باش نلقاو الجواب لهذا السؤال رافقنا المديرة العامة للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة لداخل هذا المصنع. هنا سولنا مخاطبتنا واش المغرب غادي يستطع من بعد التقنين ينافس كبريات الدول في قطاع النسيج والألبسة. القطاع ديال صناعة النسيج والألبسة هو قطاع اللي غادي يستافد بزاف من هذا المشروع، حيت غادي يعطينا الفرصة أننا نزيدوا الاستثمار في القطاع ديالنا ونخرجوا بواحد المنتوج اللي هو 100% مغربي. والاستعمالات ديال هذا القنب الهندي هي استعمالات كثيرة بزاف، يمكننا نستعملوا هذا القنب الهندي في جميع الملابس ديال الرجال ولا ديال النساء ولا حتى ديال الأطفال. تقنين نبتة القنب الهندي الأغراض طبية وصناعية من الممكن يكون له انعكاس إيجابي على عدد من القطاعات، بحيث هذه النبتة كيجري استعمالها في مجال صناعة الحبال المستعملة من قبل البحارة بفضل الألياف اللي كتوفر عليها النبتة وليونتها وقدرتها على تحمل الثقل، وأيضا صناعة مكون آخر ضروري للبواخر والأشرعة وتوفير لباس طبيعي واستعماله في التدفئة والبناء، لكن وظائفها العلاجية كتبقى الأهم بفضل مكوناتها من مادة THC، بحيث يمكن الكمية ضعيفة من القنب الهندي تؤدي وظيفة مضادة للالتهابات وعلاج حالات الصداع. حوالي 800 ألف فلاح معنيين بموضوع تقنين زراعة القنب الهندي في 6 ديال المناطق شمال المغرب، كيتوزعوا على 98 جماعة. لهذا غادي ننقلكم في هذا الجزء لزوج من المناطق التاريخية المعروفة بزراعة القنب الهندي، كتامة وبني خالد. وفي هذه المناطق تلاقينا فلاحين بغرض معرفة شنو هي انتظاراتهم وتخوفاتهم بعد بداية العد العكسي لإصدار قانون كينظم هذا المجال. لنتابع. عدد الفلاحين اللي كيقوموا بزراعة القنب الهندي كيوصل 800 ألف فلاح بحسب أرقام رسمية. قطعنا أزيد من 7 ساعات ديال الطريق من الدار البيضاء للوصول لمنطقة كتامة وبعدها لمنطقة باب برد، وداخل هاد زوج مناطق تلاقينا بعدد من الفلاحين اللي كيقوموا بزراعة القنب الهندي. ورغم أن زراعة هاد النبتة مجرمة قانونيا، إلا أن هاد الفلاحين قبلوا يتحدثوا لنا بوجه مكشوف. هاد المشروع هذا غادي يخرج هاد المنطقة من داك القوقعة اللي كانت عايش فيها ومن داك الخوف. أنا دابا حاليا ما كنتش نهضر لو كان مع هاد المشروع هذا، ما كنتش نجي نهضر بهاد الطلاقة وبهاد الحرية هادي. بغينا هاد المشروع هذا يأثر إيجابا على هاد المنطقة ماديا ومعنويا. وداخل المنطقة ما تلاقيناش فلاح واحد فقط. احنا كنطلبوا من الدولة تجي تحاور معنا وتعطينا الأثمنة هاد التقنين هاد الكيب شحال غاديها من عنا. وماشي زوج وماشي ثلاثة، احنا مصاب، احنا راضيين بهذا التقنين ومصاب الدولة دعمنا هادشي ودهنينا غير من هذه المشاكل. النصف الساكنة راه راحين ومخبع محروم من السوق محروم من الوثائق ديالو. هاد الفلاحين ما هما إلا عينة فقط للآلاف اللي خلق عندهم موضوع تقنين زراعة القنب الهندي عدة تساؤلات وانتظارات وتخوفات، وصبح موضوع الساعة في مناطق زراعة نبتة الكيف هو التقنين. فشنو هي انتظارات هاد الفلاحين؟ أسيدي احنا هاد التقنين إلا كان هادشي باش يكون وكاين في الوجود احنا كننتظره، يجيبوا لنا المعامل للجهة، كل جهة تستفيد، كيستفيدوا الأطفال ديالنا وولادنا والناس الساكنة تستفيد من هذا الشيء. ماشي يكون واحد المعمل غادي تجي هو يوجدو وانت تديه له الدار البيضاء ولا تديه له الفاس ولا المراكش ولا طنجة ولا تبعدوا عليه، خاصنا كيف يستفدوا منه ولاد الساكنة. احنا بغينا من هذا المشروع هو التنمية ديال المنطقة، احنا بغينا نستفدوا، احنا الأجداد ديالنا ما استفدوش من هذا الكيف. احنا الناس هنا الأغلبية هنايا الا جي ندير معك واحد العملية ديال الإحصاء غتسيب الناس هنا خوات من هنايا مشات للمدن. علاش مشات للمدن؟ مشاو يقريو ولادو في المدن،
علاش مشاو للمدن؟ حيت الماء مشاو على حساب الماء، مشاو على الطيب، مشاو بزاف ديال الحوايج. حنا خاصنا التنميه ديال المنطقه. حنا كمزارعين وابناء المزارعين الانتظارات ديالنا من هذا المشروع وهو الانصاف ديال المناطق التاريخيه. نمشيو الناس دابا في كتما كطلب يكون التنزيل ديال هذا القرار ديال التقنين يكون تدريجي، ما يكونش على سته ديال الاقاليم، يكون مثلا في المناطق التاريخيه، نبداو بالتجربه في المناطق التاريخيه. الا نجحت حنا بغينا الخير للدوله ديالنا، الناس كنبغيو الخير. الا كان الدوله ديالنا غتدخل فيه بمنافسه كما كيقولوا طبيه وكذا، حنا كنبغيو الدوله ديالنا تكون ديال، ولكن ما تكونش على 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 حساب التنميه المحليه وعلى حساب على حساب الارث التاريخي ديالنا. هاد المزارعين اللي تحدثوا لنا امام الكاميرا بوجه مكشوف، وكذلك اخرين تلاقيناهم خلال التصوير ورفضوا الظهور، اكدوا على انهم كيتسناو التنميه من المشروع الجديد. اذا شنو هي التخوفات اللي عندهم؟ حنا خايفين من المنافسه مع الاقاليم الاخرى. علاش؟ لان هادوك حنا في كتما اصلا ما كاينينش مزارعين، كاين غير فلاحه بسطاء. والدليل هو ان بحال هاد القطعه هذه اللي كتخدم دابا، هذه عايشين بها اسره كتكون مع 10 ديال الناس وارمله مثلا. الاغلبيه ديال الساكنه ديال كتما ما عندناش نفس ماشي الاغلبيه، لا يوجد اي شخص، ما كاين حتى شي واحد في كتما عنده ولو جزء بسيط من داكشي اللي كيمتلكوا الفلاحه ديال تاونات وديال وزان وديال العرائش. هذوك عندهم اراضي شاسعه، عندهم السدود، عندهم المياه، ما عنده وعندهم الفلاحات، عندهم بزاف ديال المصادر ديال الفلاحه المعيشيه كيعيشوا بها. خايفين لوليا هي هذه، وقال لك عرفتي الارض اللي ما عندوش الملكيه قانونيه الملك ديالو او لا كونترا ديال الكيره مع واحد الانسان عنده الملكيه، راه هذيك ما غاديش تسمحوا له شي بحر الكيف. كاين الناس ما عندهاش الاملاك، هما قال لك خصهم ضروري يكون عندهم الاملاك. هاد التخوفات والانتظارات نقلناها لوكاله الانعاش والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في عمالات واقاليم الشمال، واللي لقينا مسؤوليها على علم بتخوفات الفلاحين من هاد المناطق، وكيحضروا البرنامج التنموي كيهم 98 جماعه قرويه بالمنطقه، وكيقوم على 3 ديال الركائز اجتماعيه واقتصاديه وبيئيه. فشنو اهم ما جاء به البرنامج في هذا الاطار؟ فيما يخص الشق الاجتماعي نخص بالذكر يعني خلق مدن صغيرة، يعني ما نسميه بالتمدن، المراكز القروية، من أجل جلب الخدمات الاجتماعية للساكنة كأطباء خواص، كصيدليات، كأبناك. فيما يخص الشق الاقتصادي فالوكالة منكبة على إحداث دراسة إحداث مناطق اقتصادية، وكذلك تنمية المواد الفلاحية والمواد المجالية من أجل تثمينها ومن أجل تحسين الدخل للفلاح عبر الأنشطة المدرة للدخل. وفيما يخص المسائل البيئية فالوكالة تهي والبرنامج غادي يخص بعض المشاريع الإيكولوجية كالسياحة الجبلية وبعد التحسين يعني بعض المناطق الطبيعية من أجل تثمينها ومن أجل الحفاظ عليها. واحد من الأسئلة الكبرى اللي كيطرحوها الفلاحين في المنطقة هو واش الدخل ديالهم غادي يتحسن بعد التقنين أو لا. اللي كاخذ من عندنا هذا الكيف وهذا بهذاك، باقي حنا ما وصلنا لديك الشيء هذاك. حنا منين وصلوا لديك الشيء هذاك غادي يكون الحوار. يا مطيره انت كتشوف كنطلعها بالجنسو ها الله يحسن العون، وغندير التقنين. نعم، وانا كنخدم يا سيدي هاد المطيره تقام عليا يا سيدي بواحد 5000 ولا 6000، وحنا كنتظروا دخل منا 200. ربما يكون هاد الحسبه اللي هاد الدوله. اسمع حنا ربما يكون ديك التقنين فيه خير لنا. انت كتبيع دابا كيلو نقولوا ب 40 درهم بيعوا 80 درهم، وكتبيعوا 100 درهم بيعوا 200 درهم. خصها تجي الدوله. حنا منتظرين الدوله وكنستناوها ومرحبين بها، وكنستناوها هاد الساعه في وقت توصل ونعيشوا عايش راضيه عايش هانيه. وقبل الإجابة على السؤال سولنا الفلاحين على شحال كيربحوا من وراء هذه الزراعة قبل التقنين. حنا حسب الوقت، حنا كنبيعوها 100 درهم 7000 فرنك 15000 فرنك، داكشي على حسب الأوقات. ملي كيكون كثرة كنبيعها بديك 60 درهم 70 درهم 80 درهم، ملي كيكون داكشي قليل كنبيعها حتى ل 15000 فرنك. نفس السؤال اللي طرحناه على هذا الفلاح المتواجد بوحدة من جماعات إقليم شفشاون توجهنا به للفلاحين في كتامة والتابعة لإقليم الحسيمة. الخدام كياكل 5 د الماكلات في النهار وخصك تزيدو الفلوس، وكيطلب لك 2600 للنهار، وبيت عندك شهر، زائد الغبار، زائد السقي بالفلوس، كدير أي حاجة. يعني هذا الفلاح الكتامي كيساهم في واحد الدورة اقتصادية
مهمه وكياكلوا معاه بزاف ديال الناس الخبز. دابا الثمن اللي داير في السوق ديال الحشيش البلدي، الثمن اللي كاين في السوق كيعطيك بين 2 دراهم حتى 3 دراهم، وما كاينش اللي كيشري حاليا. اصلا الركود الاقتصادي خطير في هاد العامين هاد. اول حاجه مثلا انا كفلاح كندير 6 7 حتى 8 ديال الخدامه، كنعطيهم 130 درهم في النهار زائد 5 ديال الماكلات في النهار كله، كينعسوا عندي. زيد كنخدم الارض، كنخدمها 2 مرات يعني نقلبها ونعاود نزرعها. كنشري الغبار كمية واحد كنشريه ب 6000 درهم. كنشري لونغري وعاد الازوت الملحه، هادو هما كلهم يعني ملي كتضرب عمليه حسابيه كتلقى ما كاينش يطل الفلاح والو، يلا كيدور في حلقه مفرغه وصافي. الا كان الفلاح كيف ما سمعتوا ما كيربحش بزاف من هاد الزراعه وعنده مصاريف كثيره، فشكون المستفيد من زراعة القنب الهندي؟ المشروع هذا ديال التقنين القنب الهندي من أجل الإنتاج الصناعي والطبي راه إلا فشل راه الفلاح غيفقد الثقة تماما في الحكومة. على داك الشيء حنايا كفاعلين مدنيين ولا كمزارعين نعطيو الفرصة للدولة، حنا ما نقولولهاش لا، نعطيو لها الفرصة تخدم. إلا كان بالنفع علينا حنايا مرحبا، ما كانش بالنفع علينا حنايا راه مع الفلاح البسيط ومع المواطن البسيط، لأنه هو اللي واكل الدق، هو اللي ساكن في هذا الجبل هذا، هو اللي ديما كتجي فيه الدقة. شريف فاعل جمعوي وابن المنطقة، تلاقيناه قبل أزيد من 5 سنوات في نفس المكان وبخصوص نفس الموضوع، واليوم تلاقيناه مرة أخرى رفقة مجموعة من الفلاحين وسولناه شكون المستفيد من زراعة القنب الهندي. الزراعة ديال القنب الهندي المستفيد الوحيد والأوحد منها هو بارون المخدرات، وهاد بارون المخدرات ما كاينش عندنا هنا في المنطقة. المنطقة فيها غير الفلاح البسيط، البزنس الحقيقي وبارون المخدرات كيتواجد خارج المنطقة، والأصل ديالو من خارج المنطقة، كيتواجد يا إما في هولندا يا إما في السواحل الجنوبية ديال إسبانيا في كوستا ديال سول. الفلاح البسيط بطبيعة الحال هو الحلقة الأضعف في الزراعة ديال الكيف، لأنه هو الذي يملك وسائل الإنتاج، هو اللي كيزرع، هو اللي كيحصد، والسلسلة ديال الإنتاج ديال القنب الهندي كاملة كتمر يعني من الأسرة ديال الفلاح، لأنه حين كنهضروا على الزراعة ديال الكيف راه كنهضروا على واحد النشاط اقتصادي اللي فيه العديد من المراحل اللي كيساهموا فيها جميع الأفراد ديال الأسرة. كاين حتى الناس برانيين على المنطقة ديالنا اللي كيجيو في مواسم معروفة، في مثلا بحال الموسم ديال الحرث كيجيو ناس من المناطق الأقاليم المجاورة باش يخدموا هنايا. تقنين زراعة القنب الهند واش غادي يأثر على أرباح الفلاحين بالمنطقة إيجابيا؟ سؤال جاوبنا عليه المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال. حسب الدراسات اللي قمنا بها واللي قاموا بها بعض الخبراء، فهو الأرباح غادي يكون تقريبا ضعف اللي كيربحوا الفلاح دابا مع استعمال جزء من المساحات الأرض دياله، والمساحة الجزء الآخر اللي غادي يبقى يمكن له يدير فيه زراعة أخرى كزراعة اللوز ولا زراعة الزيتون ولا زراعة التفاح اللي كتطلع في المناطق المرتفعة. فغادي يكون طبعا هادشي كامل، وإذا زدت الربح اللي غادي يربحوا من المشروع التقنين القنب الهندي زائد الزراعة الموازية اللي في جزء من الأرض غيكون عنده واحد الربح أكثر من اللي كيربحوا دابا، وغيكونوا حطوا طمأنينة ويمكن يستفيد من 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 بزاف الخدمات اللي كيوفر له المشروع، لا ديال القانون التقنين ولا المشروع المندمج من اجل تنميه المناطق القرويه المعنيه بهذا الزراعه. بعد هذا تلقينا عدد من الفاعلين الجمعويين بالمنطقه واللي مهتمين كباقي الفلاحين بموضوع التقنين، وسولناهم على رايهم في مشروع القانون الخاص بتقنين الاستعمالات المشروعه لنبته القنب الهندي. حنايا كمواطنين كابناء مزارعين كحفاده ديال المزارعين وعندنا عائلات ديالنا اللي كيزرعوا هذه النبته، وكنفتخروا انهم كيزرعوا هذه البلديه هذه لان هذا ارث، وكنطالبوا انه يولي يعني ارث طبيعي ديال المنطقه ديالنا. كنقولوا بان المنطقه خصها التنميه، خص ان بلون مارشال تنموي لهذه المنطقة هذه باش يخرجها من هذه العزلة ديالها الاقتصادية والاجتماعية والهشاشة اللي كتعيشها والفقر اللي كتعيشها، باش هذه المنطقة يعني تواكب الركب ديال التنمية ديال كباقي مناطق المغرب، ومن بعد يجيبوا لنا التقنين، يجيبوا لنا أي مشروع حنا كنرحبوا به ما عندناش مشكل. هنا في هذا القانون ديال الكيف هو إذا جينا نقراوه هو طبعا واعد جدا، ولكن التنزيل ديالو هنا كنخافوا انه ما يكونش بالطريقه السليمه وبالتالي المنطقه ما تستفدش منه. لان ملي غنهضروا على مناطق زراعه الكيف حاليا في المغرب هي مناطق نقدروا نقسموها لمجموعه الاقسام، والقسم الاكثر تضررا هي المناطق التاريخيه ديال زراعه الكيف اللي كاينه في اقليم الحوسيمه واقليم ديال الشاون. هذه المناطق هذه
حتى من الناحيه ديال الزراعيه ما غتقدر تسير المناطق الاخرى بسبب زراعه الكيف. الناس كتعيش هنا واحد كلها في سيزن جماعي بدون اسوار، وكنشوفوا بان تقنين زراعه الكيف غيكون هو واحد المدخل من اجل انهاء هذه النقطه هذه، وبالتالي وضع النهايه ديال القلق الجماعي واللي كتعيش الساكنه اللي تسبب مجموعه ديال الظواهر الاجتماعيه الخطيره، لان الناس كلها مهده هنا بالسجن. الفاعلين الجمعويين من ابناء المنطقه كيقوموا بلقاءات من اجل التواصل مع الفلاحين اللي كيقوموا بزراعه القنب الهندي من اجل تقريبهم اكثر من مشروع القانون. وشنو اللي جا به؟ كما كتعرف ان وزاره الداخليه جابت واحد القانون اللي هو جديد، قانون كيشرع زراعه القنب الهندي للاستعمالات الطبيه والصناعيه الى اخره. هنا سولنا الفاعل الجمعوي على شنو اللي كيحاولوا يوضحوه للفلاحين وشنو بغاو من مشروع قانون تقنين زراعه القنب الهندي. مع التقنين طبيعه الحال كنحاولوا نفهموا الناس ان التقنين راه مزيان، باش اول حاجه ان تحيد ديك المتابعات القانونيه، ثاني حاجه ان بغينا شي حل اللي هو ضروري خصو يكون على حساب الاراضي، انها الاغلبيه ديالها فيها النزاع لا مع المياه والغابات ولا مع الاشخاص، حيتاش الناس عندهم ملكيات اللي هما تاريخيين كيحرطوا ديك الارض من الاجداد ديالهم. بغينا التقنين هذا يجيب تنميه هذه المنطقه، حيتاش دابا حنا بحال مثلا هنا غتوقع الزراعه، يعني بغينا تكون معامل عندنا هنا، باش تكون معامل هنا خصها تكون تنميه، خصهم يتعدلوا طرقان، خصهم يتعدلوا بزاف ديال الامور، يعني شكون اللي بغينا يستفاد من هذه المعامل؟ ولاد المنطقه، ابناء الفلاح الصغار. الفلاحين وسكان المنطقه كيطالبوا بالتنميه، وخصوصا وضع الوحدات الصناعيه في المناطق المعنيه بالزراعه ديال القنب الهندي، فواش مبرمج ان المصانع تكون في هذه المناطق؟ هذا المشروع باش تكون سلسله الانتاج مكمولة، خص يكون المصانع التحويل يعني تحويل الزيت ديال القنب الهندي خصها تكون قريبة من هاد الأراضي المزروعة، ما يمكنش حنا غادي نهزو يعني نحولوا في طنجة ولا في الدار البيضاء. فأنا كنأكد خلال هاد البرنامج بأن المصانع تحويل القنب الهندي المشروع غتكون في المناطق المعنية وقريبة من المساحات المزروعة، يعني ما بين الحسيمة والشاول. وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال وضع برنامج مندمج كيهم تنمية المناطق اللي كتتم فيها زراعة القنب الهندي، واللي كيهم تنمية هذه المناطق اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وجلب عدة استثمارات وخدمات لها. فشنو غادي يضيف مشروع القانون للبرنامج التنموي اللي كتشتغل عليه الوكالة؟ دولة كيف جابت هذا المشروع؟ فهذا المشروع جابته للمناطق المعنية، وهذا المشروع ما هو إلا قيمة مضافة لهذه المنطقة. الدولة المغربية فكرت من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة للمناطق الجبلية في الشمال اللي كيعيشوا في واحد الخوف وفي واحد عدم الاستقرار لمدة طويلة، جابت لهم واحد المشروع من أجل تحسين الدخل من أجل الحفاظ على المجال والحفاظ على البيئة. غادي يجلبوا استثمارات جديدة للمنطقة، وغادي يكون واحد استعمال مشروع للنبتة القنب الهندي اللي هي دابا كتسبب عدة مشاكل. المشروع على الأرض الواقع غيكون بطريقة تدريجية من المناطق الأولوية إلى المناطق الأخرى فيما يخص جلب الاستثمار وفيما يخص انفتاح على الأسواق العالمية لصناعة الأدوية. تقنين زراعة القنب الهندي مشروع كينتظروا منه الفلاحين اللي كيقوموا بزراعة هاد النبتة تقديم الكثير لهم والمناطق اللي كيتواجدوا فيها، وكيشوفوا فاعلين من داخل هاد المناطق أنه مشروع واعد وطموح هدفه تحقيق التنمية في الوقت اللي الجهات الرسمية كتشتغل على تسطير برنامج مندمج مع البرامج اللي كيتم العمل عليها لتحقيق انتظارات السكان وإنهاء معاناة ومشاكل كتسبب فيها هاد الزراعة منذ سنوات. مشروع تقنين زراعة القنب الهندي وشرعنة استعماله في المجالين الطبي والصناعي، مشروع طموح حسب عدد من المتتبعين، وكينتظروا منه المزارعين تنمية المناطق اللي كينتميوا لها وتحسين الوضع الاجتماعي ديالهم، وكذلك جعل الآلاف منهم يعيشوا حياة اجتماعية بشكل طبيعي دون خرق القانون. كيفما أن هذه الخطوة من الممكن تخلي المغرب يستفيد من عائدات هذه الزراعة اللي من المتوقع توصل 114 مليار دولار بحلول سنة 2028. مشاهدينا شكرا على المتابعة، موعدنا يتجدد في نفس التوقيت وعلى نفس القناة.